السلام عليكم، معاكم أماني من مطبخ موني. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض السمك البلطي مشوي في البيت على الشواية الكهرباء بأسهل وأبسط الطرق، مع كمان تتبيلة حلوة قوي. أتمنى تجربوه ويعجبكم إن شاء الله. دلوقتي هنجيب الشواية الكهرباء ونحط مية لغاية علامة ماكس أو ماكسيمم، ونحط السخان ونشغله على أعلى حاجة، وكمان نحط الشبكة ونستنى لغاية لما السخان يحمر. معانا هنا ردة وتكون ناعمة، يفضل تكون ناعمة. هنبدأ دلوقتي على ما السخان يحمر إن احنا نغطي السمك بطبقة من الردة، ونبدأ نحطه على الشبكة كده ساعة لما السخان يحمر. قبل كده لا يا جماعة، والوقتي نرص السمك كله ونستنى لغاية لما ياخد لون اسود من تحت، او ان الردة تتحرق بالمنظر اللي قدامنا ده، يبقى هو كده بدأ ان هو يستوي من الناحية دي. هنقلبه على الناحية التانية لغاية لما تاخد نفس الدرجة من الناحية التانية، ودلوقتي لما ياخد نفس الدرجة من الناحيتين هنبقى كل شوية يعني كل دقيقتين تلاتة كده نفضل نقلب فيه لغاية لما يستوي، وهوريكوا ازاي بيستوي. دلوقتي على ما السمك يستوي معانا هنعمل التتبيلة بتاعتنا، وكل واحد بيعمل تتبيلة السمك زي ما هو عايز. دي تتبيلتي البسيطة، هحط راس توم بالقشر بتاعها، وهحط كمان قرن فلفل رومي متقطع، وهنحط دلوقتي الملح. خدوا بالكم بنزود الملح قوي علشان لسه هنحطه في مية، فممكن كمان نزود عليه. هنحط حوالي 3 معالق من الملح، ونحط معلقة كبيرة من الكمون المطحون، ونحط كمان معلقة من الكزبرة الناشفة، وندق المكونات كده شوية، وبعدين هنعصر نص ليمونة، وهنعصر النص ليمونة التاني لما التتبيلة تنعم شوية، وهنحط كمان شوية من النعناع الناشف، لو في نعناع أخضر هيكون أفضل، وندق المكونات قوي لغاية لما ننعمها خالص. ودلوقتي هنجيب أي إناء معانا ونحط فيه مية سخنة، أكتر من المية ساقعة بكتير يا جماعة، لأن المية السخنة بتخلي السمك يقشر كويس قوي. وهنحط في قلب الميه التتبيله بتاعتنا بعد ما نعمناها. خدوا بالكم انا عصرت نص الليمونه التاني وانا بدق المكونات، ونقلبهم مع بعض قوي ونغطيها عشان تفضل سخنه معانا. ودلوقتي السمك بعد ما وصل للدرجه دي بنفتح الخياشيم من فوق، لو لقيتوها ناشفه ومفيش فيها اي دم يبقى هي كده استوت معانا زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي السمك بتاعنا جاهز ان احنا نحطه في التتبيله. قبل ما نحط السمك في التتبيله بندوق الميه بتاعته، لو لقيناها محتاجه ملح بنحط شويه ملح كمان. انا بصراحه زودت ملح لانها لقيت الملح ناقص. فدلوقتي هنبدا نحط السمك، ونقلب السمك كويس جوه التتبيله وهو سخن كده، ونكون مجهزين معانا اناء تاني، يكون يفضل يكون بغطا، ولو ما فيش بغطا يبقى نجهز ورقه فويل، ونطلعه من الميه ونصفيه كده ونحطه جوه الاناء التاني. واهم خطوه يا جماعه ان هو سخن كده نغطي عليه، لو ما فيش غطا للاناء نغطيه بورق فويل ونحبس الحراره كويس قوي علشان يقشر معانا كويس. ودلوقتي هنتبل باقي السمك ونحاول نخليه يشرب كويس من التتبيلة، وهنعمل نفس الطريقة ان احنا هنحطه مع باقي السمك ونغطيه بورقة الفويل كويس، نصفيه من التتبيلة كويس ونغطيه. اهم حاجة يا جماعة ان احنا نغطيه وهو سخن كده علشان يطلع البخار والقشرة تفصل كويس عن السمكة. ودلوقتي السمك بتاعنا جاهز ان احنا نقدمه، جميل جدا، واهم حاجة ان انتوا عاملينه في البيت وبطريقة نظيفة ومضمونة. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم ونكون الفيديو خفيف على قلبكم. اذا عجبتكم الوصفة اشتركوا على القناة، فعلوا الجرس، اوعى تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير، وبألف هنا وعافية.